انت مش لازم يبقى معاك فلوس كتير عشان تنزل تتفسح في الغردقه. الغردقه مش محتاجه تكون غني قوي عشان تنزل تتفسح. معاك فلوس هتتفسح وهتاكل وهتشرب وهتتبسط، ما معاكش فلوس برضك هتتفسح وهتاكل وهتشرب. ورجعنا لكم من جديد في مكان جديد في اسمه الممشى السياحي في مدينه الغردقه. احنا دلوقتي في الممشى السياحي، انا فرجتكم على الفيديو كله. الممشى السياحي طبعا، الممشى السياحي كل الاماكن اللي هنا دي كلها، دي كلها مجموعه الفنادق اللي موجوده في الاماكن اللي هي ممكن يتسهر فيها الديسكوهات وكده. طبعا انا فرجتكم على ليتل بوتا، الاول واحد كان ليتل بوتا في الاول هنا خالص، وفي اماكن ثانيه في اخر الممشى السياحي. انا طبعا دلوقتي في نص الممشى السياحي قدام فندق اسمه جراند سيفا. ده الفندق ده من الفنادق اللي هي من اول الفنادق اللي هي ظهرت في الغردقه، يعني هو من اول يعتبر الفنادق اللي هي في الغردقه. والممشى السياحي ده بقاله اكتر من 10 15 سنه، كان الاول خالص 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 كان الاول الممشى ده رايح جاي، دلوقتي بقى ممشى سياحي وكل الناس دلوقتي هنا اهو، حتى الكاميرا تجيب عليه دلوقتي، بص الكاميرا هنا. ده في بدايه الممشى السياحي، ده في اوله خالص اهو كده دلوقتي، ده كل ده الناس بتقعد تخرج بقى في الممشى السياحي ده، وفي ناس بقى بالعربيات، وطبعا في سياح الناحيه دي. طبعا اكتريت السياح اللي موجودين دلوقتي هنا اوكران وروس، ومعايا طبعا صاحبي وسيم طبعا شغال في السياحه. ايه الناس اللي موجوده هنا؟ اكتريت الناس اللي موجوده ايه؟ ايه الناس اللي اكتريت اللي موجوده هنا ايه؟ احنا عندنا جنسيات اللي موجوده هنا. السلام عليكم، اقول لكم على حاجه جميله جدا في الغردقه تعرفوها. اولا احنا عندنا اربع انواع من الجنسيات، معظمهم بيبقوا المان، روس، عندنا اسكندناف، وعندنا اوروبيين، وعندنا في جنسيات مختلفه برضو بس دي عدد قليل بتاعها مش كتير، مثل بولند، التشيك، رومانيين، دول برضو موجودين عندنا في الفنادق. فعايز اعرفكم ان برضو كميه الفنادق اللي موجوده عندنا في الغردقه يعتبر نسبه الاشغال دلوقتي وصلت لغايه 70 او 75%. بس في سيزون هيبدا عندنا من الشهر الجاي، هيبقى السيزون ده هيبدا بالجنسيات اوروبيه كلها، ومعظم الناس اللي شغاله في الغردقه بيستنوا السيزون ده كل سنه، بيبدا من شهر 8 لحد شهر 12 او شهر 1، من شهر 8 لغايه 12 او 1. الحمد لله وكلنا بنبقى مبسوطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. طبعا دلوقتي احنا في الغردقه، هفرجكم دلوقتي على الممشى في اخر الممشى ونهايه الممشى وكل الاماكن اللي موجوده في الممشى السياحي. طبعا يا جماعه بالنسبه للممشى السياحي مش محتاج ان انت تبقى راجل غني قوي او فايده، كل الناس هنا بتتعامل، معاك فلوس ما معاكش فلوس هتنفع تمشي في الممشى السياحي، معاك فلوس هتعرف تصرف، ما معاكش فلوس هتعرف تخرج. يلا بينا نتفرج على الممشى. يلا. واحنا دلوقتي في قلب المعمعه، في نص شارع، في نص الممشى السياحي دلوقتي، قدام بيتزا هات ودجاج كنتاكي، وهنروح نشوف ماكدونالدز. يلا بينا نفرجكم على كل الاماكن اللي موجوده معانا. يلا بينا. هنا هنا ده اول حاجه، ده بيتزا هات، ده في نص الممشى السياحي. وده دجاج كنتاكي. تعالوا افرجكم هنا دلوقتي قدام ماك في الممشى السياحي، يلا نتفرج عليه. الفيديو بتاعنا دلوقتي يا جماعه، عاوز اعرفكم اي حاجه بسيطه. انت مش لازم يبقى معاك فلوس كتير عشان تنزل تتفسح في الغردقه. الغردقه مش محتاجه تكون غني قوي عشان تنزل تتفسح. معاك فلوس هتتفسح وهتاكل وهتشرب وهتتبسط، ما معاكش فلوس برضك هتتفسح وهتاكل وهتشرب. مش لازم تقعد في اي اماكن، ممكن تقعد زي ما كل الناس هنا بتقعد، ايه، تقعد تتبسط. واتمنى اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله في رحلة تانية أو فيديو تاني هفرجكم في مكان اسمه شارع الشيراتون وشارع شيري. شارع شيري ده فيه مجموعة طبعا مطاعم وكافيهات، وده من أشهر الأماكن اللي موجودة في الغردقة، اسمه شارع شيري. الفيديو التاني انتظروني، ما تنسوش يا جماعة لو عجبك دوس لايك، عشان الكلام دوت اللايكات والفولورز كان ده بيساعدني إن أنا أصور لك كل جديد. يلا فيديو جديد، باي باي.